هاي الشخصية المؤثرة اسمها نسيم، حتجيب العيد بكل معنى الكلمة. نسيم روح قلبها اليوتيوب، وعمرها 39 سنة، وعايشة مع أمها وأبوها. تنشر مقاطعها على اليوتيوب، معظم فيديوهاتها غريبة بكل معنى الكلمة. تنشر شغلات عن النظام النبات وأفضل الحميات الغذائية، وأيضا بالإضافة إلى الكوميديا، مثلي ما لي عارفان شو بدي أنشر بهي الحياة. حققت عشرات الآلاف من المشاهدات على معظم السوشيال ميديا. بعض هاي الفيديوهات كتير احترافية، وبعض الفيديوهات الأخرى كتير غريب وممل. وبيوم من الأيام حياتها حتتدمر بالكامل، لأنه اليوتيوب غير نظام الألغوريزم الخاص فيه. صار اليوتيوب يقترح الفيديوهات العائلية أكثر. بما أنه اليوتيوب تغيرت خوارزميته، فبلشت القناة عندها تهبط بشكل ملحوظ. وبما أنه نسيم كانت تنشر محتوى فيه أمور عائلية، وبالتالي فقدت إمكانية الحصول على الدخل من هاي الفيديوهات، وصار يجيها نسب صغيرة من المشاهدات. فخلونا نرجع نعيد الفكرة من أول جديد. نسيم هي يوتيوبر، وهي بتكره اليوتيوب بذاته. المشاهدات عندها بالقناة انخفضت جدا، وبتعتقد انه الاشخاص الموجودين باليوتيوب هن ملاحقينها شخصيا، عم يحاولوا يدمروها ويدمروا حياتها، وانها عم تتعرض للتمييز. لذلك هذا الغضب انتشر الى مناطق اخرى في جسدها، واصبحت متنمرة بكل معنى الكلمة. في مرحلة ما دخلت في شجار مع والديها، حتى هيك انتقلت من منزلها الخاص فيها الى مكان اخر. لذلك نسيم توصلت لفكرة للانتقام من منصة اليوتيوب، واللي هي أكبر منصة في العالم. جمعت أغراضها بشنتاية، واللي جواتها الشنتاية كان فيه بيو بيو، وبدأت القيادة من سان دييغو إلى كاليفورنيا، المقر الرئيسي لليوتيوب. بعد يومين من مغادرتها، الوالد شعر أنه بنته مفقودة. بما أنها كانت مقيمة بمنزل جدتها، فالجدة خبرته أنها طلعت من يومين. فالأب بتذكر أنه بنته بتكره اليوتيوب، وهي بتعتقد أنه اليوتيوب عم يمارس عليها كل أنواع العنصرية والكره. كان بيشعر أنه بنته حترتكب جرم معين، فلذلك بيتصل بالشرطة وبيخبره أنه بنتي غضبانة من اليوتيوب، بدها تعمل حماقة معينة. فلذلك الشرطة بتبلش تبحث عنه، وفعليا بيلاقوها. لقوها بمقر قريب من بناء اليوتيوب، كانت نايمة سيارتها بالباركينج، وهي فيديوهات حصرية لإلها. وبعد استجوابها قالت له أنا فقط نايمة هون، فسمحوا لها أنها تذهب لأنه هي بالغة. طبعا 39 سنة. طبعا الشرطة بلغت أبوها وقالوا له بنتك بخير، ما فيها شيء يا أخي، حاجة بقى تصل على مخنا الرايح والجاي وتخبرنا. بهداك اليوم نسيم راحت لمركز أسلحة، وقامت باختبار مجموعة من الأسلحة وإطلاق النار. ولما انتهت حملت حالها وطلعت بسيارتها لمقر اليوتيوب، وصارت تمشي بالحرم بالمكان الموجود فيه المقر. بعد هيك تدخل لداخل مقر اليوتيوب، وبتسحب البيو بيو، وبتبلش بلم 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 بلم، والناس تبلش تصرخ وبتهرب. يا جماعة، احد الرصاصات اصابت احد موظفي اليوتيوب وسقط على الارض، ثم اصيب موظف اخر، ثم موظف اخر، وهكذا. الموظفين من فوق كانوا عم يقدروا يشوفوا عملية اطلاق النار. معظم الناس تخبت تحت الطاولات، والاكيد انه اتصلوا بالشرطة. بهذا الوقت ذخيرتها انتهت من المسدس، ورجعت زخرت المسدس مرة تانية وبدأت بالاطلاق. وفعليا ما بعرف اذا هي كانت راضية عن الشيء اللي كانت مساويته، ولكن بنهاية المطاف ذخرت مسدسها انهيت حياتها. للأسف تنتهي هاي الفوضى بعدد كبير من الجرحى، ولكن الخبر الحلو ما كان في حدا ميت. بقى خبروني مين مثلي كمان اليوتيوب اكله حقه.